هذا السحور مد الريوق بيضة وبسكتاية. الفيديو هسه مال الذبان اللي بالأكل. بس شو هذا الذكية؟ هذا شلون ما كان. هسه خلنا نصور لك الحمام المسدود هم. هاي قاعدين. ما شلون سبحت؟ حطت رجلين هنا. ها شوف هذا حمام مسدود. أول ما طبينا طلاب جاية تلتسبح تريد هاي ماكو حمام مسدود. طبعا طلاب كلها ما راضين الفندق قديم طبعا. هسه شنو الباب سدوه اجي الله وكيك واحد الباب سدوه علينا على اساس قناة تجي سدوه الباب مال المصعد. السلام عليكم. شنو سدوه الباب قفلوه؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين لسماع آرائكم وأصواتكم وإرسال أو إيصال أصواتكم إلى العالم أجمع بشكل عام والعراقيين بشكل خاص. أي شخص حبيب يتصل بينا أرقام البرنامج تظهر أسفل الشاشة، عندكم هذا رقم مخصص إلى داخل العراق، عندنا أيضا أرقام أخرى مخصصة إلى داخل العراق وخارج العراق، ذن الأرقام الثلاثة تقدرون تتصلون على أي رقم من ذن الأرقام، بإضافة إلى رقم مخصص إلى برنامج الواتساب. هذا الرقم اللي تشوفوه هسه أسفل الشاشة رقم مخصص إلى برنامج واتساب. أعتذر شديد الاعتذار من السادة المشاهدين، ما أقدر أستقبل أي اتصال على برنامج الواتساب، فقط الرسائل، رقم الواتساب فقط للرسائل. أتمنى تكون رسالتكم مطبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها في نهاية البرنامج. 3/5 أو 3 أيار تاريخ يهم الصحافة والصحفيين والإعلاميين وكل من يشتغل بهذا السلك، كل من يشتغل بما تسمى بالسلطة الرابعة، هذا التاريخ يهمها اللي هو عيدها، عيد الصحافة بالعالم. لكن الصحافة بالعالم شيء وبالعراق شيء ثاني. الصحفي بالعالم إلى هيبة، الصحفي بالعالم إلى وقارة، الصحفي بالعالم إلى كلمته، والصحفي بالعالم يسمى بالسلطة الرابعة لأنه يقدر يفوت إلى أي مكان، يقدر يحكي بأي موضوع، يقدر يتواصل ويا أي إنسان، إن كان في خطوط متقدمة من قيادة الدول وإن كان على مستوى المحاكم والجنايات والشرطة والقضايا والسجون وكثير من النقاط. لكن بالعراق اليوم احنا عندنا صحافة وعندنا صحفيين، صحفيين ما شاء الله عليهم، لكن ما عندنا حقوق صحفيين. يعني يطلع صحفي حقق فساد يخص مسؤول من المسؤولين، بلهجتنا الدارجة نقول يروح ورا الشمس. يطلع صحفي يحقق بقضية تعذيب أو أذية أحد المعتقلين، ما حد يندل وين. وإذا صحفي بث مادة تخص الشعب العراقي وكانت هذه المادة ما ترضي المسؤول اللي إن كان بالأحزاب أو الميليشيات، يا ينقتل يا ينخطف وما حد يندل وين. حقوق الصحفيين بالعراق منتهية، حقوق الصحفيين بالعراق ما موجودة، السلطة الرابعة بالعراق ميتة، لا وجود لشيء اسمه سلطة رابعة. ليش الصحافة بالعراق، عذروني إخوان الصحفيين وزملائي، مهيونة من قبل الحكومة أو من قبل الميليشيات أو من قبل الجهات الأمنية؟ ما شفنا بأي بلد من بلدان العالم تظاهرة انضرب بها صحفي، لكن شفنا بالعراق تظاهرات انضربوا بها صحفيين وتكسرت كاميرات واعتدوا عليهم حمايات محافظين وحمايات نواب وحمايات مسؤولين وميليشيات، واللي اعتقلوهم واللي سجنوهم واللي انكتلوا. ليش حقوق الصحفي بالعراق صفر؟ اليوم اكو امور هوايه بالعراق، اعرف الشعب العراقي خصوصا شريحه واسعه من الشعب العراقي تحب تحكي على قضيه المعتقلين وتبين معاناتها، لكن هوايه سوينا حلقات على هذا الموضوع. اتمنى انه نخصص هاي الحلقه اليوم للصحافه، للإعلام، كون الرافدين منبر إعلامي، كون الرافدين
جزء من هذا العالم هو عالم الإعلام أو هاي السلطة اللي هي السلطة الرابعة. فأتمنى أخصص حلقة اليوم من برنامج صوتكم عن السلطة الرابعة، الصحافة، الإعلام، الصحافة المقروءة، الصحافة المرئية، التدخل السياسي في الصحافة، تدخل الأحزاب في الإعلام، تدخل الكتل السياسية والميليشيات في الإعلام، ليش المراسل الصحفي أو المذيع أو البرامج أو أي شيء بالعراق اليوم يا أما يحكي بلهجة المسؤول يا أما يضيع الصحفي. الصحفي موظف حاله حال أي موظف. أنت ليش تعطي حرية للميليشيات تسوي ما تسوي وتهدد وتخطف وتقتل، تقول هذا حفاظ على الأمن، بس يطلع لك صحفي ينشر فساد ما تقبل، يطلع لك صحفي ينشر معاناة المواطنين ما تقبل، يطلع لك صحفي ينشر أذية الناس ما تقبل، ويطلع لك صحفي أو قناة تبث شيء هم الشعب همي أنا ما تقبل. أتمنى اتصالاتكم اليوم تجاوبني على هذا الموضوع. اليوم يعني العراق مع الأسف حالة حالة هواية مجالات، حالة حالة التعليم، حالة حالة الزراعة، الصناعة، احتل المرتبة 162 عالمياً، يعني قدامنا بحدود 30 دولة بس. احتل المرتبة 162 عالمياً على مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 واللي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، وتراجع 6 نقاط أو 6 درجات عن العام الماضي. يعني العام كنا 158، اليوم 162. أم علي من بغداد حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يخليك، أشكر قناتكم الشريفة. يا بعد عمري البارحة اتصلت بيك وانقطع الاتصال، واعذرني على اتصالي اليوم، موضوعك غير موضوع يا بعد عمري. أنت تاج على الرأس، وهذا كلامك يعني ما أدري إيش أقول وش أعبر عنه، كلامك ذهب يا سلمج. طيب يسلمج، أنت الذهب يما يا ذهب، أنت وماجد سليم، أنتم أبو الفقراء، إحنا ما عندنا غيركم، الله وأنتو أستاذ. ما طول عليك السالفة أستاذ، المعاناة بالسجون، اعذرني داريد أقول لك البارحة وانقطع الاتصال. قولي يما. يعني أنا يعني ابني سجين ومظلوم وحكمة باطل، أروح أودي له فلوس ما توصل له، أودي له ملابس، اتصور أستاذ، أودي له ملابس، يبيعوني الملابس مالتي أنا، يبيعوني إياها، يبيعوها على ابني، يبيعوها، تعرف شلون يبيعوها على ابني، لأن وديت له ملابس قال لي ما وصلت لي، شي تسوون يبيعوها لهم للمساجين، الفانيلة ب10,000، الشروال ب20,000، وأني موديتن أنا لابني، أنا موديتن لابني. نعم. قاعدين اثنين حرامية بباب السجين، خالين قونية مال فلوس يوصلوها لابو الحانوت، انطي وصل لابو الحانوت، ابو الحانوت يومين ثلاثه يقول لك خلاص وصلك. زين احنا بهاي الحاله منين نجيب؟ منين نجيب؟ ماكو احد يسمعنا، ماكو احد يوصل صوتنا، يعني هدومنا تنباع لولدنا، الله اكبر عليهم، الله ينتقم منهم بجاه الحسين، ان شاء الله سجنائنا يسهلوهم بالشوارع، بجاه كل من عنده جاه عند الله، وبجاه هاي الناس الفقيره المظلومه. نعم، شكرا 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 لك ام علي. يعني انا اشرت الى هاي النقطه، انه يعني شريحه واسعه من الشعب العراقي تريد تحكي على هاي المعاناه، تريد تحكي على جرح نازف ومستمر. عندنا مسلسل اجزاء مستمره ومدى ينتهي هذا المسلسل، اللي هو قضيه المعتقلين والسجناء. بس يعني كون 3 ايار اللي هو اليوم عيد الصحافه او عيد الصحفيين او حريه، يعني عيد الصحفيين او عيد الصحافه بالعالم، حبيت اخصص هاي الحلقه حتى مبين معاناة الصحفيين في العراق، مبين معاناة المراسلين في العراق، مبين أذية الناس أيضا حول هذا الخصوص. وحقك يا أم علي، والله يعينكم ويعين كل أم يعني سؤالها صريح، تقول أنا أخذ هدوم الابني يبيعوا لها داخل السجن، هم هي دافعة فلوس بها برا وهم ابنها يرجع يشتريها مرة ثانية. قضية الصحافة مراسلون بلا حدود تقول أنه سلامة الصحفي بالعراق يعني هي تتعرض لخطر كبير، وسلامة الصحفي الخطر اللي تواجهه بهاي الفترة أكبر من أي فترة مضت.
وانه الصحفيين يعني دا يخاطرون بحياتهم. الصحفي اليوم بالعراق لما يطلع بالشارع وشايل مايك يتبع الى اي مؤسسة اعلامية او اي وكالة اخبارية او اي صحيفة، كأنما شايل حكم الاعدام على روحه. اليوم الصحفي لما يطلع بالشارع ويتحاور ويا الناس ويريد يحاول يوصل هموم الناس الى العالم او الى العراقيين او يوصله الى الحكومه، لان اكو هوايه اشياء ما توصلها، هو يكون كانما شايل روحه بايده وطالع بالشارع. هذا اللي دا تقوله مراسلون بلا حدود. ابو ياسين من ديالى، حياك الله. حياك الله اخي افل. هلا بيك اخ افل. الرافدين اللي براسه مستبعد لخارج العراق، بل دمكم مهدور لطبه العراق بهاي السياسات اللي تحكم العراق. بعدين انا اقول هاي رحمه، وان شاء الله بميزان حسناته شيخنا الجليل المرحوم حافظ سليمان ظاهر، هاي سوناها سنه حسنه ان شاء الله بميزان حسناته. هذا اللي هسه ما شاء الله دخلت بالبيت الشيعي اكثر مما ببيوتنا، يعني ان شاء الله انت عارض لها الشتم وغلط وكذا، واليوم ما شاء الله انتم ما حصلت كله من اهل المجوب يتصلون لواقعيه حقيقه الرافدين الوطنيه الاصيله. بينما لما تقول اخي افل الصحافه خارج العراق محترمه بالعراق، لا ليش؟ لانه انتم مستبعدين، اكو باقي القنوات انت تتبع الزعامات من ضمن الحكومه. باقي القنوات انت شيء طبلت في المسؤول، وبعدين المسؤول استاذ بهم قام يقرص بهم باستثناء البغداديه والرافدين. هذا من اللي جاي يشوفه نحن، هذا الواقع العراقي. وهذا المستوى اللي جاي يصير بالعراق، هذا كله تقديره من الشياط. اليوم الميليشيات اللي تريده، شوف القنوات مال الميليشيات شو تطبل شو تسوي وبحريتها براحتها. اما اكو قنوات اخرى مثلا ما تسميها، يوم يطبل للشعب يطبل للحكومه. هاي طبعا يهانون، طبعا يقتلون. احنا في صوت وطني، هسه ليش الرافدين صوت الوطني خارج العراق؟ الا تجي العراق تسويهم كارثه سوداء اليوم، لان هذول كلهم اذيوله، هذول ذوله الاحتلال، هذول اللي من انا اتحدث واقول على سياسيين السنه، قاعد اتحدث لك عن معتقلين يا ابل. نعم. يعني انا جاي تصور عن معتقلينهم، يا اخوان مو عندكم ممثلين، هذول الذيوله اللي ممثلين المناطق السنيه، اكو حوالي اكثر من 10,000 مغيب من ثلاث معارضات، هي صلاح الدين ونينوى والانبار. بعد تجلسون قاعدين بالحكومه شو تمثلون؟ اذا عندكم اكثر من 10,000 مغيب ما له وجود، اما السجون حدث بلا حرج، تغطوا تبلع بالابرياء، سجون للميليشيات، كل حزب عنده سجن خارج القانون. السلاح كله خارج القانون. لانت المسؤول انا ما راح تبعث على السياسيين الشيعه، لان السياسيين الشيعه ما عندهم ناس مهجره، اما انت مسؤول السنه، جمهوركم كله مهجر. ناسهم مغيبة، ناسهم بالسجون، واليوم ليش يطالبون بعفو عام؟ هو مو عفو عام، هم ناس ابرياء، المفروض يقاضون الدولة على تعويضات على هاي ظلمهم، 10 و12 سنة بالسجون، بدون محاكمات، يعني هسه بس بالعراق المقاومة يدبونها بالسجن، يعني هسه هاي الحكومة اللي هسه تجي تبع مثال وقت تدعون بالمقاومة الإسلامية، هسه مو رفضت الاحتلال، تستطيعون التحرير، هسه قلتوا رفضت الاحتلال لازم نقاتل الامريكان، طيب مو هاي الابطال اللي قاعده بالسجون المغيبه كلها مقاومه الاحتلال، يعني شيء اللي تفيدونه لكم وللشعب مو صحيح؟ انتم ما تقولوا رفض الاحتلال طلع الناس الابرياء، وهاي كلها تطلب تعويضات، اخ اسهل اذا يطلع المعتقلين من السجون يطلبون تعويضات 10 و12 سنه ظلموا بحتان. طالبوا المجتمع الدولي الامم المتحده، انا شنو ذنبي مسجون 10 و12 سنة وانا بريء يعني مقاوم؟ نعم. فهذا راح تبقى المسرحيه اسهل، لا زال حكومه مو شرعيه، حكومه مو وطنيه، حكومه جت تحت ذروه احتلال، هذه حكومه احتلال. لا ترفي الشعب ولا تنصر الشعب ولا تحافظ على شرعيه الدوله ولا تحافظ على الدستور ولا تحافظ على الشعب، لانه المفروض عليهم املاءات خارجيه، سوى هالشكل سوى هالشكل، يعني انا اتعجب اكو ناس تناشد المسؤول، يا اخوان هو هذا المسؤول جاب املاءات، هو هذا حكومه احتلال، من المعقوله يرفض الشعب؟ يستحيل، هو جاب ذلك الشعب وقتل الشعب، وهاي السجون اللي اليوم هسه كل من جات اذا سجل وثلاثه يعني ما معلومه، هاي ولدنا وين؟ يعني شوف هسه اسال سؤال، شوف المحاربه، سلمان باك ليش قتل؟
من 2003 ولحد يومك لانهم اخبرت المجهول سلمان فارس جندي خار وناصريه البطله ام القادسيه هذه القادسيه تقتل لانه هذا تنفيذ نفوذ ايراني ايران في هالشكل ترى ماكو مسؤول عندنا لا شيعي ولا سنه هو عنده اراده ولا عنده قدره على قيادة الشعب املاءات خارجيه اللي يديرها محمد الرسستاني وغيره هذا جسد اخواننا عن الشيعه اللي هم جسد من اجسادنا والله جسد من اجسادنا مو مبالغه يعني انت ليش توافق على مرجعيه العراقيه؟ يعني نبي الام عليه الصلاه والسلام وعلى بيت الاطهار واصحاب الاخيار قال العراق وعرق الامه الكوفه جمجمه العرب ليش الكوفه جمجمه العرب؟ لان عاصمه الدوله الاسلاميه لان هاي الجمجمه تقودها ايران اخوان تحرروا من هاي المجوسيه وخلوا اخوان سواعد في عشر سنه والله العظيم انتم صح انتم مرجعيه بس احنا عندنا رموز ابطال حق ويدهم بيد الرسول صحابه خلفاء قدوتنا وسادتنا ولكن الباقين احنا على القران والسنه يعني شنو السيستاني يوديكم للجنه لو يوديكم للجنه اخوان العراق فوق كل شيء تحياتي ياسر شكرا شكرا لك ابو ياسين سعد من الكويت حياك الله حياك الله والدوم اهلا مية تلاديك يا استاذي اولا الصحافه توضح رساله للمجتمع واحنا مجرد توصيل رساله حب وحنان وتقدير للجهات المختصه والمعنيه والصحافي يعبر عن راي وهموم المواطنين وكذلك جملة وتفصيلة ولا يجوز الاعتداء على الصحفي والصحافة والمحررين ومن اعتدى فهو آثم مخالف للقانون والدستور من اعتدى على الصحفيين فهو آثم ومخالف للدستور والقانون وكذلك البرلمان عليه متابعة هموم المعتصمين والمحتجين وتوفير علاج للسجناء والمعتقلين والمقيدين يا أستاذي وكذلك يا أستاذي نهني العمال بعيدهم عيد العمال وعيد الصحافة ونريد صدق وإنجاز وهموم للأوادم تنالوا أجرا وثواب دنيا وآخرة وآخر الكلام ابعد عنا أمراض جلدية نفسية صدرية تحياتي لك للبرنامج وللقناة شكرا 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 لك أخ سعد يعقوب من الموصل حياك الله السلام عليكم أستاذ عليكم السلام هلا بيعقوب أنا خابتك البارح أعرف عرفتك من صوتك قول البارح لما أكلتنا سيبو سمت والله أرفع الباسخان وشوية نعم أنت أنا خابتك أحنا ثلاث مصرات زين أني أحتاج بس إحنا ثلاث نفرات. إيه. بابا شهيد بال 2018. الله يرحمه. زين. يرحم ماتك. بالشهر التاسع بيوم الأربعاء. زين. بال 3 العصر. طقت علي مفخخة. زين يا يعقوب. شنو محتاجين؟ السعاني والله معاق يا أستاذ فالآني معاق تجي فقر دم وأبو مصفار وعندي كيلة هسه كل شيء ماشي ملتهبة ألو؟ وياك كمل ساكنين بالمخيم حمام العليل الثاني نعم وريد تعويض كان نرجع إلى مناطقنا. زين. والله يا سعي يا أستاذ إحنا عندنا ثلاث نفرات بلا روح على الموت مع قوني طحين وحدة ما نحصلها يا أستاذ إحنا جينا على مخيم كان إيش ما جينا على مخيم تان بس نقعد تريد نعيش تان نفتضيل إحنا عندنا مناطقنا زين جينا على المخيم كان إيش بيه. وهسه ما عندنا كل حد ماشي تمام يجون الموظفين شايلين اقلام يسجنون حسك بس اقلام حبر على ورق تمام شكرا شكرا لك يا يعقوب يعني طفل عمره 10 سنوات
شوفوا ايش قد متأذي اللي يتذكر تاريخ استشهاد ابوه بالشهر باليوم بالساعة بالطريقة، ويقول انا بيها فقر دم وعنده فشل كلوي، بالمقابل يقول احنا جايين لنعيش بالمخيم. لا حبيبي يعقوب، المخيم ما نوجد حتى انت تعيش به، او اي عراقي يعيش به، او اي نازح يعيش به. المخيمات لما وجدت حتى بالحرب العالمية الثانية، بالحرب العالمية الاولى لما صارت مخيمات وعاشوا بها الناس فترة معينة، هي مخيمات مؤقتة. هاي المخيمات من المفترض انه تنتهي، كل اللي قاعدين بها يرجعون لمناطقهم، لما اعلن حيدر العبادي النصر على تنظيم الدولة بوقتها من شقيت. فالمخيم مو المفروض انه انت تعيش به، لكن بما انه انت في هاي الفترة موجود بمخيم، على الحكومة اكو واجبات، وانت لك حق، انت وغيرك من النازحين لك حق على هاي الحكومة. اول حق من حقوقك علاجك. يعني اللي دي يسمعونه واللي دي يشوفونه، واذا كان اكو سياسي دي يسمع ويشوف، ما اثر بيك هذا الطفل من دي يحكي بهاي اللهجة؟ طفل المفروض عقله ما يستوعب هذا الكلام اللي يقوله. كان من المفترض ان يدخل ويانا حبيبي من دياله، بس انقطع الاتصال وياه، اتمنى يرجع لنا. عندي ابو تبارك من دياله. ابو تبارك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تفضل ابو تبارك، تعال الهوى. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام حبيبي. نعم حبيبي، هو اولا نبارك لكم بعيد الاعلام العراقي، عيد حريه الصحافه بالعالم. نعم تفضل. والله استاذنا العزيز، هو شنو اللي بقى بالعراق من الاحتلال 2003 لحد الان؟ هم لا يعترفون لا بحريه ولا يعترفون بقانون، هم مجرد مافيات تحكم العراق. هي يطب السجن مواطن ياخذونه بريء 9 سنين يلا يحلون لاهله. نعم. ولا قانون، هم مجرد مافيات، ويعني شنو هو الثقه بالعراق؟ نعم. والله ما حد يحلها غير الشعب العراقي وهاي المظاهرات دورة تشرين الابطال. نعم. يلا يزيلون منا هذه الفلة الخونة والمسلمين اتباع ايران. نعم. ونتمنى من العراقيين جميعا ان يكون ايد واحدة وتظهر هؤلاء الصفويين المسلمين. وين ما تمشي ماكو حكومة ولا قانون، كلها ميليشيات وفساد اداري. يتكلمون عن الفساد الالهي وهم فاسدين، اكو فاسد يحارب فاسد؟ ونسأل الله ان يحمي العراق ويحميكم جميعا، واشكر قناه الراهبين على هذا البرامج الوطنيه. حياك الله. حياك الله اخ ابو تبارك. اليوم اللجنه العليا للميثاق الوطني العراقي هنأت الاعلاميين العراقيين بمناسبه ذكرى اليوم العالمي لحريه الصحافه، وتقول يعني بالوقت اللي يحتفل به العالم بهذا اليوم، الصحافه العراقيه تشهد تراجع كبير، تشهد تحجيم كبير لحريه الاعلام والتعبير عن الراي نتيجه الانتهاكات الصارخه والخطيره بحق الصحفيين بالبلاد، من قتل وخطف وتغييب وقمع وملاحقات امنيه وتضييق. وطالبت اللجنة بمحاكمة المسؤولين عن كل هذه الانتهاكات وإطلاق سراح المعتقلين من أصحاب القلم الحر. يعني بالفيديو اللي ظهر قبل شوية أثناء اتصال أبو تبارك، تلاحظون بعض منتسبي الجيش أو الشرطة وهم يعتدون بالضرب على الصحفيين. هاي لو كانت الدولة تحترم نفسها ما كان شفنا هذا المنظر، لأنه في كل دول العالم لما شخص يكون حامل كاميرا وحامل هوية أي هيئة إعلامية، ما أقول أدوا له تحية، لكن وضع يكون يعني غير الناس. يعني هسه احنا بجائحة كورونا وبخطر كورونا، شوفوا دول الجوار مثلا
المملكة الأردنية الهاشمية عندها حظر كامل على التجوال. اليوم الأخبار تقول راح يفتحوه بشكل جزئي على المركبات، لكن لما انفرضت الحظر ما فرضت على الصحافة، ولا ما كان عرفنا شيء بالأردن. لبنان نفس الشيء، أما لبنان يعني ما قلنا احنا للمسؤولين العراقيين انه خلونا مثل لبنان، لبنان لازمين الحكومة ونفسخيها، مفسخيها للحكومة ومفسخين السياسيين وناصبين عليهم بكل البرامج. ما شفنا بهم واحد اعتقل، بالعكس أغلب الإعلاميين اللبنانيين تلقيهم مشهورين أكثر من الممثلين اللبنانيين، علما المشهورين من الإعلاميين اللبنانيين هم اللي عندهم برامج يسخرون بها من السياسيين. أبو محمد من سامراء حياك الله. شكرك استاذ. بالنسبه للسؤال احنا يعني مع الاسف يعني والله ما اعرف احنا الناس وصلت المرحله يعني الناس وصلت من العلم مرحله متقدمه ومن التكنولوجيا مرحله متقدمه، واحنا نمتلك من الحضارات، نمتلك من الامكانيات، ونمتلك من الكفاءات، يعني نقدر العالم هذا كله يعتمد على امكانياتنا وعلى عقولنا وعلى كل هذه يعني خلوها جانبا وقاموا يشتغلون كل بل المستورد يشجعوه والصناعات المحليه حطموها. والله ما اعرف يعني شلون نتصرف، شلون نريد نحاشيهم، شلون نريد يقودون بلد وهم في حاله برلمان يتكون من 300 عضو ما دي 400 عضو يريدهم. بس هي صدق لو قال المثل العربي السفينة إذا كثرت نعم يبدو أن انقطع اتصال يا أبو أحمد من مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، من نفس المدينة مدينة سامراء الملوية عندنا أم فارس حياك الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام أمي. أنا من سامرة. والنعم منك ومن أهالي سامرة. ومنكم؟ أنا عندي ابني معتقل صار له 3 سنين ونص، ما أدري بي وين. نعم. صار له 3 سنين ونص وما أدري بي وين، وأنا حالتي يسلمك وما أدري بي وين، وعنده أطفال. وحالي لا يرثى لها لا معيشه لا كل شيء، شنو ذنبهم؟ يعني شنو ذنب بري ياخذون مني وخلوني؟ نعم. واطفال يعني وهذا ليش يعني هو من جاي يحطون رئيس يعني كل الدول انقص عفو العام ليش ما ينفذون عفو العام؟ طيب وصلت رسالتك أم فارس، شكرا جزيلا لك يا رب. فهد من السماوة حياك الله. أخوي منذ الاحتلال العسكري قادته أمريكا وحلفائها على العراق، هناك العشرات من الصحفيين والمراسلين قتلوا بالعراق. منذ الغزو العسكري الأمريكي وحلفائه هناك قتل مئات من الصحفيين. نعم. قتلوا ومنهم اعتقلوا في السجون والمعتقلات على يد قوى الاحتلال، قوى الظلام، قوى المستكبرين، هم اللي اعتقلوا وهم اللي قتلوا بالحروب وقتلوا بالسجون تحت التعذيب، ومن قبل الحكومات اللي انشاتها قوى الظلام وقوى المستكبرين هم قتلوا العشرات من الصحفيين والمراسلين في السجون والمعتقلات، وما زال وهناك قسم ثاني ما زال موجود في المعتقلات. يعني حتى المكتب هذه القناه الراماديه التي استهدف في ظل قوات الاحتلال وحكوماتها الصعبيه العنصريه المجرمه هذه. يعني وهناك كم من الصحفيين قتلوا بالثورات اللي حنستقبل عام 2011، حتى الذين قتلوا بالثورات 2019 قتلوا العشرات من الصحفيين والمراسلين.
بعد استهداف مكتب القناة الرافدين في بغداد. وهناك يعني العديد من المعتقلين الذين اعتقلوا على يد قوى الظلام وقوى المستكبرين، ما زالوا هم أبرياء بحق البراءة أبرياء. وخل يعلم أي شخص إن كان بالعراقنا، لأن هذه قوة ظلامية، واللي أجابته بعد أنقص منها، لأن اللي أجابته هم قوة ظلامية ليس على العراق بل على مستوى العالم أجمع. نعم، هذه قوة ظلامية، هذه تريد تستغل العراق وتقتل العراقيين وبدل من بارد، إما بالحرب وإما بالسجون والمعتقلات. هذه قوة ظلامية، هاي قوة استكبارية، هذه تريد تفتيت العراق وتقتل العراقيين وبدل من بارد. يعني أريد كل أبناء المحافظات الجنوبية عدم الخدمة مع هذا الجيش القمعي، وكل سلوب هذا الجيش القمعي وكل المحافظات، يعني حتى الوسط حتى الشمال حتى الغرب حتى الشرق، عدم الخدمة عسكريا مع هذا الجيش القمعي. نعم. إن شاء الله سينقضى اليوم هؤلاء من قبل تنظيمات إرهابية خارجة من الخارج. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك أخ فهد. المرصد العراقي لحريات الصحافة يقول حرية الصحافة بالعراق تراجعت خلال سنة من 3 أيار 2019 إلى 3 أيار 2020. يقول أنه بالتزامن مع التظاهرات الشعبية بالعراق مطلع 20 أول الماضي سقط 8 صحفيين برصاص وسكاكين مجهولة الهوية، والسلطات الحكومية ما وفت بوعودها أنه راح تتوصل إلى الجنات وإلى القتلة، وأنه بعد إغلاق الصحف اليومية والأسبوعية أبوابها منذ بدء سريان الحظر بمنتصف آذار الماضي بسبب وباء كورونا، قال الصحفيون إنهم أصبحوا بلا مرتبات مالية نتيجة توقف صحفهم عن العمل، وطالبوا السلطات باتخاذ تدابير لحمايتهم. طبعا حماية الصحفيين أو مطالبات الصحفيين بالحماية من الحكومة هاي كل سنة احنا نسمعها. عند اتصال يونس من الرمادي. اي نعم، حياك الله اخوي. اولا اخوي مساء الخير عليك، رمضان كريم على قناة الرافدين وعلى الشعب العراقي ان شاء الله. اخي العزيز، بالنسبه للعراق هاي الحكومه شو وقت تصفى، وهاي من يقولون الرمادي ما شاء الله ما يحتاج الى شيء بزود الحلبوسي، والله كل شيء ماكو، الله وكيله كسا منطقه نهايه حي شارع عباس مزبله. من يقولون مدينه الرمادي ما ناقصها شيء وشوارع وصايره ما لها تقصير، الله وكيلك فساد حكومي وخدمي. وهذا المحافظ ما شاء الله، شوف المحافظة مع الأنبار كلها فساد وباق ونهب. نعم. أي أخي العزيز، أنا أحب أوجه رسالة للشعب العراقي بأن الأنبار مو إحنا من نتعشي، بالعكس إحنا عندنا فساد إدارة وخدم ومال وكل شيء. نعم. يعني هسه بالإدارة الأنبار كلهم ما شاء الله أكو بهم مو مصابين وعندهم أولاد مصابين، يعني شنو ذنب المصاب؟ هو حالياً أخ يونس يعني مفاصل الدولة العراقية كلها بها فساد من شمالها إلى جنوبها. إي بحكي لك عن محافظتنا أكثر فساد. نعم. يعني على مؤسسة الشهداء الله وكيلك رب الفساد صار السفر دها على قول. نعم، شكرا 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 لك أخي يونس. أم أحمد من محافظة صلاح الدين، حياك الله. ألو تفضل يمه. أم أحمد من صلاح الدين. تفضل يمه. من 2016 أغلى وابني من البيتي من مخيم البيتي. نعم. ومن ذاك الآن لحد الآن أي خبر ماكو عليه.
دورت يعني بكل يعني قد ما تمكنت اسال، ويعني والحاله ضعيفه وما يعني اقدر اروح بعد اي مكان غير تكريت سامر، كل من اسال يقول ما موجود ابنك. نعم والله وكل شيء ما عنده هو، والله من المخيم جم خذوه ومشوا. ايش قد عمره يمه؟ مواليد 92. نعم اي أيوة والله متزوج وعنده 4 اطفال وحالتنا غير يعني تعبانه حيل. وصلت صوتك ام احمد. اي شكرا رحم الله. العفو الشكر لله. ام احمد عندها ما اعتقد بالسجون، تقول من 2016 اليوم كل شيء ما نعرف عنه. شاب بمقتبل العمر مواليد 92 يعني عمره 28 سنه. تتمنى تعرف اخباره. بالنسبه الى رسائل الواتساب، السلام عليكم فدوى، أنا ابني مريض بسجن حمدان ومريض بالسل ومدري طيب مدري لا، محتاجين العفو العام. اسمع عباس حافظ حتى لو يعالجونه، والله مريض وقلبي نار عليه. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، نناشد من خلال قناتكم العزيزة بالعفو العام، والله تعبنا حسوا بينا، احنا زوجات فرحونا، زوجي صار له 7 سنوات بالسجن محكوم 15 سنة، انتم يا قضاة العراق من تحكمون هيك حكم فكرتوا بأطفالهم زوجاتهم شنو مصيرهم؟ والله ظلم أخوتكم من بابل، تحياتي لكم أخي العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوتكم أم حسين من أهالي طويريج، نطالب بالعفو العام، ارحمونا الخاطر، الله والله ملينا وإحنا ننتظر الفرج إلى متى؟ والله يا أخي أفل أطلب الموبايل وأدز رسائل إلك، والله ما عندي غير رحمة الله، ويردون من عندي بدل 36 مليون وهم 3، منين أجيب؟ أرحمونا والله يتامى، أحكي ويانا أخ أفل أمروتك وشكرا. قرأت رسالتك أختي عزيزة. رسالة أخرى، السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية لك أستاذ أفل ولي كادر القناة. الاحتلال الأمريكي الإيراني ينهبون أموال الشعب العراقي وجلاوزة الخضراء وميليشياتهم خدم للاحتلالين والجرذان في الخضراء، ما مقصرين بذبح الشعب، ناس تذبح الشعب كل المجاملات وناس تنهب كل قوة الشعب، قرة عين المرجعيات خلي كبرون العمايم، والشيوخ العشائر خلي يعرضون ياخة العباية، وحرائر ونساء العراق تدفع الثمن أمامهم. تحية لثورة الستوتات تشرين المباركة، الأمل الوحيد لنصرة العراق، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم، أحييكم يا قناة الأبطال، دعواتكم للشعب العراقي بالنصر على زمرة الحثالات وقطاع الطرق شذاذ الآفاق حرامية المنطقة الغبراء، النصر بإذن الله قريب، ما ضاع حق وراءه مطالب، تحياتي لكم سيف. حياك الله. السلام عليكم، أنا اسمي نوال صالح، أناشد على قانون العفو العام، ابني محكوم 5 وشهر مشمول بالعفو لو لا؟ والله يا أمي العفو الخاص ما نعرف به، انقار ما انقار، هم قالوا أكو عفو خاص، بس إذا انقار العفو الخاص إذا هو يعني منفذ نص المحكومية فهو مشمول. وعلى راتبي مال الرعاية الاجتماعية أنا مرة معاقة وراتبي صار لشهرين متوقف، ما أعرف السبب، من البصرة، راتب مال أرامل ليش متوقف؟ هذا يعني جانب من جوانب الفساد بالعراق اليوم. بالنسبة إلى الرعاية الاجتماعية بالعراق نتمنى تجاوبون أنه رواتب ليش متوقفة. مرحبا قناة الرافدين، نحن أهل السجناء والمعتقلين نطالب بالعفو العام فورا لأن كلهم والله أبرياء عن نوسي الشريفي. السلام عليكم، مناشدة لكل شريف بالحكومة، مطلبنا العفو العام، ولدنا ان حكمه على حبوب السايق وياهم، دفع فلوس وطلع منها وطاحت براس ولدنا، ذاك العفو شملوهم بالبدل، واحنا يشهد الله بيتنا جذوع وحال الضيم حالنا، الخاطر الله رحمونا الخاطرنا، احنا الامهات فرحونا على هذا العيد. شكرا لك يا وردة، الله يوفقكم على هذا البرنامج الجميل، واتمنى منكم ان تنطون وقت اكثر للرسائل لان ما عندنا رصيد نتصل ان شاء الله. اختي العزيزة، السلام عليكم، مناشدة إلى حضرة سيادتكم المحترمة قناة الرافدين، أنا اليوم بحاجة الله ثم بحاجتكم، نحن من أبناء محافظة صلاح الدين قضاء بيجي قرية البوطعمة، نناشدكم للبحث والكشف عن مصير المعتقلين من قضاء بيجي 28 من قرية البوطعمة اللي تم
خطفهم بتاريخ 27/9/2015، وإلى الآن مضى على خطفهم 5 سنوات، ما نعرف مصيرهم، وأغلب المعتقلين المغيبين هم من القوات الأمنية والحشد الشعبي ومن الأوائل اللي قاتلوا داعش. ونطلب من سيادتكم المحترمة التفضل والبحث ومعرفة مصير أبنائنا الأبرياء، ونحن على ثقة كبيرة بكم ونطلب العون من الله ثم من قناتكم. شكرا جزيلا لكم، لعل هذه مناشداتنا تصل إن شاء الله. أخي العزيز الله يحفظك يا أسد يا ابن الأسد، والله عليك، هم خلوا بشر ما قتلوا ما هجراء، والدور على الشيل بواسطة والية الفقير أبو زكريا. حياك الله عمي أبو زكريا. السلام عليكم أستاذ، وياك أم باسم من الرمادي. نطالب من حضرتكم إيصال صوتنا إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نريد معرفة مصير أبنائنا المغيبين من سيطرة الرزازة. والله أبرياء، والله ابننا يقول جده ليش بابا بالسجن؟ قال له والله خرجوا من ضيم داعش، خاف منه وقع بي. والله أبرياء ينامون عليهم والمجرمون يطلعوهم، حسبي الله ونعم الوكيل. والله شنو ذنب أطفالهم محرومين منهم أكثر من 4 أعوام. العفو صار بس حج الحكومة تكون قوية. بس قول ماكو فعل. السلام عليكم، أنا أشكر هاي القناة اللي توصل صوت المظلوم، أريد من خلال قناتكم الموقرة أتحدث عن موضوع العفو عن السجينات من النساء، ليش ما يطلعوهن ويفرحون أهلهن؟ والله تكسبون أجر تفرحون أطفالهن وهن نساء، وأرجو من قناتكم توصيل صوتي للجهات المعنية. تحياتي أم محمد. رسالة أخرى، السلام عليكم، بعث لنا فيديوهات ويقول أتمنى تبثوه على الشاشة. أخي العزيز أتمنى تبعث هذه الفيديوهات على نافذة تلقاها بالشريط الأزرق اسمها أنت ترى، وإن شاء الله تبث. السلام عليكم، وياكم أبو كرار، اليوم أناشد الحكومة بخصوص السجينات النساء، ليش ما تطلعوهن وتفرحون أهلهن؟ هي مرة، ليش ما تعفون عن النساء؟ أتمنى رسالتي توصل، ومشكورين على هالبرنامج اللي وصل أصواتنا. السلام عليكم أخي، بالنسبة للمعتقلين كل أحكامهم باطلة واعترافاتهم تحت التعذيب، وهو شنو بالعراق يمشي على طريق الصحيح ويكون من جانب المواطن؟ بالنسبة للصحفيين زي ما يقولون عليهم يروجون للإرهاب، واليوم العراق يمر بأزمة مالية كبيرة والحكومة تستورد نبوغ وثوم وشوندر من إيران ب90 مليار حتى يدعمون إيران. خلي يسمع الشعب العراقي. يا الله يا الله، نناشد كل شريف يتقي الله وعند ضمير ورحمة وغيرة أن يعطي عفو عام للسجناء، واتقوا الله وخافوا الله من دعاء المظلومين ودعاء الأمهات والأطفال. يا حكومة ويا مسؤولين ويا قضاء ويا برلمانيين ويا سياسيين، يا رئيس الجمهورية اتقوا الله القوي على كل قوي، وظالم ومتجبر وطائفي أطلقوا سراح أبنائنا المعتقلين جميعهم، كافي ظلم كافي مذلة كافي طائفية، العفو العام مطلبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناشدة من والدة إلى كل شريف العراق أو عند غيرة يطلعون ولدنا من السجون. والله يا يما خاف نموت وما شايفين ولدنا. يا سيد السستاني ليش ساكت على ظلم هاي الحكومة؟ على ظلم هاي الحكومة، حسبي الله ونعم الوكيل. تحياتي لك يا وليدي، حياك الله. يوم رسالة أخرى، السلام عليكم، أم عمر من بغداد. والله عيب على الحكومة، الظلم والفشل والفساد، إحنا بدولتنا ونسكن خيام والإيرانيين يسكنون بالقصور الرئاسية مال صدام الله يرحمه، والصحافة بالعراق معدومة ولا هناك حرية لهم، ويقودوها الأحزاب كل من عنده قناة وجريدة خاصة بي. والله يا أخ أفل هاي مهزلة، مليون حزب وكتلة وكلها إيران، حتى علمنا العراقي صار علمين، وين أكو هيج دولة؟ كردستان دولة مستقلة ووزاراتهم وعلمهم مستقل، أصبح العراق مهزلة مع كل الألم. تحياتي لقناتكم بيوم الصحافة. السلام عليكم أخي، أنا ابني معتقل، هو حدث وسواه إرهاب وحكمه مؤبد وهو عنده تنازل يم القاضي، رغم التنازل الحكم مؤبد وصار له 9 سنوات، أريد العفو على المساجين خصوصا القصر. أم كرار أمكم، حياك الله. يوم رسالة أخرى، سجاد من البصرة، رمضان كريم عليكم على قناتكم الشريفة. أخي أقسم بالله على هاي الأجواء الحارة اليوم والقرآن انصهار، ما أظن راح يظل مرض اسمه كورونا، بس الجماعة شوية زيدوها من يومهم إجاهم المرض على طبق من ذهب. خلي أقولهم شيء، إحنا شقد نصبر بعد؟ أكثر من شهر ما راح نصبر، والقرآن يصير مكاتل بالشوارع وياهم، كتلنا الجوع أطفالنا تمرضت. هلا ومرحبا، هي الحكومة بيا حال ملتهين بالبوق والكراسي، لا همتهم مظاهرات لا كورونا لا صحافة، كل شيء مهامهم هم يردون العالم تموت لا أكثر ولا أقل، وتردوهم يطلعون السجناء، هم يردون العالم تموت مثل ما قمعوا المتظاهرين. حسبي الله ونعم الوكيل، أنا بنت الناصرية، إذا هم صايرين إسباع علينا ويقمعون بالمتظاهرين ما يرحون يحاربون داعش لو قادرين بس علينا. السلام عليكم،
نتمنى من قناتكم إيصال أصواتنا. نحن أهالي معتقلين نناشي ثوارنا الأبطال إقامة مظاهرات كبيرة للمناشدة بالعفو العام، لأن والله تعبنا وأملنا بالله وبيهم، وكورونا انتشر داخل السجون والحكومة تتكتم عن الموضوع، إضافة إلى سوء الرعاية الصحية بالسجون، والكثير من المساجين جاي تموت، ونحن أهالي المعتقلين جميعنا نحمل الحكومة والمرجعية أي شيء يصير بأولادنا. شاكرين قناة الرافدين. رسالة أخرى، السلام عليكم، تحية طيبة لك أخ أفل ولجميع الكادر، أناشد أهل الغيرة والرحم يطمنون على ولدنا، صار 4 أشهر ما ندري عنهم كل شيء بسجن الناصرية، طمنونا على ولدنا، الله يحفظكم على كل من يسمع صوته، أحلفكم بكل دم شهيد أنطوا عفو عام ورحموا الأمهات، دم موت قهر وأولادنا، طمنونا عنهم، الله يحفظكم أم سارة، أنطوا عفو عام يرحمكم، الله يرحمكم ورحمونا وفرحوا الأهالي. رسالة أخرى عندي، فيديو يقول لحظة اغتيال، أتمنى ترسل الفيديو مثل ما قلت إلى الأخ قبل شوية، على تابع الشريط الأزرق راح تلقي رقم لنافذة اسمها أنت ترى. القضية وما بيها اليوم أنه العراق يعني ما بقى بشيء، العراق اليوم خسر كل شيء، خسر الصناعة، خسر الزراعة، خسر التربية، خسر التعليم، خسر الثقافة، خسر الحياة، خسر المجتمع، خسر الوحدة والتآخي نتيجة، ما أقول نتيجة سوء الشعب، لا لا حاشا لله، الشعب العراقي ده يثبت يوم على يوم أنه هو على حق. يعني الحكومات من 2003 لليوم هي ده تأسس على طائفية وده تأسس على فصل مكونات الشعب العراقي، حتى كل مواطن يقول أني سني وأني شيعي وأني كردي وأني يزيدي وأني صابئ وأني مندائي وأني من فلان طائفة وأني فلان عشيرة وأني فلان منطقة وأني فلان محافظة وأني هيك كنت. لكن الشعب العراقي أثبت لهم بثورة تشرين الأخيرة أنه كل ما بنوا الأحزاب وبنت للكتل السياسية هدولهم ياب لحظة. يعني بالضبط اللي باني بيته وأساسه من فلين، بالضبط بالضبط عنده بيته وأساسه من فلين، إجا ضربه بإيده واحد وقع البيت كله. فهذا الأساس اللي بنته الحكومة هو مبني على باطل، والباطل ما يدوم. لكن يعني إحنا دا نأسف على هذا البلد، البلد دا يضيع، والبلد دا ينباق، والبلد دا يخسر هواي، والبلد دا يخسر أرواح، ودا يخسر مقدرات، ودا يخسر حق العام، ودا ينطي لغيره. أني شنو ذنبي أني أعيش جوعان وفلوسي تروح لإيران دا أستورد نبق؟ عمي هسه ما أريد النبق، سوولنا الصحة، ما أريد النبق ابنونا مدارس، ما أريد النبق رجعوا النازحين المناطقهم وابنوا لهم مدنهم، عندكم مدن مدمرة، بدال ما تروح تستورد لي نبق ب 90 مليار دولار، شيل هال 90 مليار دولار وروح ابني هالمحافظات المدمرة هاي، بدال ما تعطي دعم لإيران روح اعطي دعم لمدنك، روح افتح مشاريع وشغل ولدك العاطلين عن العمل واعطيهم رواتب، وشوف تاليات هالعراق شو راح يصير. برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله باشر بنفس الموعد بحلقة جديدة، برنامج صوتكم، إلى موعد اللقاء، في أمان الله.